السلام عليكم. كيف حالكم اليوم؟ أتمنى لكم في العافية والصحة مع أسرتكم في البيت. سنواصل درسنا في المادة اللغة العربية للصف الخامس تحت الموضوع رفقا بالحيوانات. استمع ثم ردد واقرأ. كلب 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 أرنب 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 ديكن 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 طائر 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 بطن 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 قطن 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 ماعز 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 بقر 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 حصان 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 فيل 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 دب 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 تيم سا هون 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 نمير نمير
Kemahiran. Namirun. Namirun. Asadun. 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 Thu'banun. 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 Qirdun. 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 Qir dun. Qir dun. الآن هيا نلاحظ ونفرق بين الحيوانات الأليفة والحيوانات المفترسة. أكتفي بهذا القدر. سنلتقي في درسنا القادم. شكرا جزيلا على اهتمامكم ومشاهدتكم في هذا الدرس. إلى اللقاء.